السلام عليكم ورحمة الله أخوتي محبي الصيد بالقصبة وكذلك جميع الرياض فيما كنتوا، ومرحبا بكم في قناة محبي الصيد بالقصبة على اليوتيوب وكذلك صفحة محبي الصيد بالقصبة على الفيسبوك. أخوتي الرياض مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة دراسة الريس. هذه الحلقة اليوم غادي نجمعوا فيها واحد جوج تاع المخاطر اللي منهم البال، خطر ديال الصيف وخطر ديال الشتاء. كيف ما كيبان لكم في هذا الفيديو هذا، بالنسبة للرياس اللي كي يمشي ويبنو القياطن وكي يمشيو للبرارك ولا اي حاجة، مهم بيباتو نهار جوج يرطو البال مزيان البلاصة فين غادي يحطو ويقلبو مزيان. وستر الله، يعني راه السم فين ما مشيتي كاين، وبنادم يحاول يتفادى اكثر ما يمكن بيبيع البصل اللي مشبوهة، ان يبعد مشي بلاصه مشبوهه، يدي معاه شويه تاع القطران يديرو بجناب ديال القيطون ولا بجناب البراكه وهذا، ورد باله وما يرميش الزبل بجنب البراكه والبصل اللي ناس فيها، ما يخويش الماء بالبصل اللي غادي ناس فيها، يحاول كاع المسائل اللي غادي تجلب ليه الحشرات الضاره مثل الافاعي، العقارب، العناكب السامه، اي حاجه يتفاداها. هذا بالنسبه للخطر الاول ديال الصيف. الخطر الثاني اللي كيكون في الشتاء هو الناس اللي كتستعمل القصب الصيد من نوع الكربون. كيف ما تيبان لكم في هذا الفيديو، يعني راه تيشكل خطر جدا جدا، يعني راه تي موصل كهربائي، سورتو كل ما كانت النسبة ديال الكربون مرتفعة الا كيكون التوصيل مرتفع. كذلك اخوتي حضروا راسكم مزيان، كيف ما تنقول بنادم يمشي سالم ويرجع سالم، هذاك هو الربح. اما بدا الريسكي براسي وهذا قال الحاجه اللي باش تشكل لي خطر ما عندي ما ندير بها. وتحيه لجميع الرياس، ونتمنى من الله عاوتاني يكون خفيف ظريف عليكم ويكون الموضوع على الاعجاب ديالكم، وتبارك الله عليكم وتبارك الله على جميع محبي الصيد بالقصابه وعلى جميع الرياس فين ما كانوا، والله ينوركم، تبارك الله عليكم خوتي.